بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 11 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. الأماكن المباحة للناس جميعا كساحة المسجد مثلا، أو بعض الأماكن العامة للاستراحة، الإنسان الذي يسبق إلى مكان فيه هو أحق به. إذا سبقت في مكان في المسجد فجلست فأنت أحق بهذا المكان، فلا يجوز لإنسان أن يأتي إليك ويقيمك ويقعد مكانك، لا يجوز هذا. ولكن لو كنت أنت له تنازلا لا بأس، ويستحب له هو ألا يجلس حتى لا تكون قمت له حياء. وكذلك لو جلس في مكان ثم انصرف مثلا ليقضي حاجة سريعة ثم يعود فهو أولى بمكانه الذي ترك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 12 بعد 805 آلاف، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وهذا النهي حمله العلماء على التحريم، لأنه فيه كسر خاطر للمسلم، وكسر خاطر المسلم حرام. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعن أبي قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال وحدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج: قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها، يعني أي مجلس عام. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه احتياطا، مع أنه لو جلس فيه
جائز، لأنه ربما قام له تنازلا عن حقه، ويجوز للمسلم أنه يتنازل عن حق لأخي لا بأس، فإن جلس فيه بعدما قام له غيره لا بأس. لكن سيدنا عبد الله بن عمر أراد أن يحتاط لنفسه وألا تكون يعني سنة عند الناس، فلماذا؟ لأنه قد يكون حياء منه مثلا، وهو كان لا يحب أن يقوم فقام حياء منه، فيحتاط لنفسه فيجلس حيث انتهى به المجلس، والنبي قال اجلس حيث انتهي بك المجلس. وعن أبي قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. طب عاد عن قريب يعني قام من مجلسه توضأ ثم عاد فهو أولى به، لكن قام وذهب وخرج ثم عاد بعدها بمدة طويلة يبقى عليه أن يجلس حيث انتهى به المجلس، يبقى عاد هنا من قريب يعني عاد من قريب. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. والمخنث نوعان، نوع خلق على هيئة يتكلم بطريقة النساء ويتحرك بطريقة النساء، هو عادته كده خلقته كده لا يتكلفه، فهذا لا شيء عليه، يعذر لخلقته عليه. أما المخنث الذي يحاول أن يقلد النساء وهو ليست طبيعته هكذا، ويحاول أن يتكلم بطريقتهم وأن يتحرك بحركتهم، فهذا حرام من الكبائر لأنه فيه تشبه بالنساء. المخنث الذي يكون خلقته هكذا قد يشتبه عند النساء ويظنون أنه غير أولي الإربة من الرجال فيسمحن له بالدخول عليهن، غير أولي الإربة من الرجال يعني يعني ليس له شهوة للنساء، فلما يكون رجل على هذه الهيئة ويكون كمان بيتكلم بطريقة النساء خلقة طبيعته كده قد يتخففن النساء معه فيدخلنه معهن فيجلس معهن، لأن ربنا استثناء الغير أولي الإربة من الرجال، فإذا اتضح بعد ذلك من كلامه أنه ينظر إلى عوراتهن ثم يخبر بها الرجال فعليهن أن يحتطن بعد ذلك ولا يدخلنه عندهن. واضح؟ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. والأولى أنه أي مخنث نحتاط ولا ندخله على النساء احتياطا وخلاص، حتى لا لأننا قد لا نستطيع أن نميز بين غير أولي الإربة وبين من له إربة وبين من هو على هذه خلقته على هذا أو من هو متكلف هذه الطريقة، صعب التمييز، فالاحتياط أحسن. عشان كده إيه نقول الاحتياط واجب، الاحتياط واجب شرعي يعني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حا قال وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ لا واللفظ هذا حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، لأن ربنا أجاز لأمهات المؤمنين أن يدخل عليهن غير أولي الإربة من الرجال، فإيه أجازوا أن يدخل عليهم. فقال لأخي أم سلمة، المخنث ده قاعد بيكلم أخو أم سلمة، يا عبد الله ابن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. الله، ده بيوصف بقى المرأة وقوامها، ده يبقى له نظرة في النساء، يعني تخينة كده ولحمها واقع منها، بحيث تيجي ايه تقبل بأربع، يعني عندها شوف انت الثدي واحد وتحتيه كمان واحد من كتر التخن، ادي أربع، وتدبر بثمان عشان البروز ده هيبان من هنا وهنا، ادي ايه أربعة، وعندها كمان ايه الـ الـ الهنش بتاعها، يعني ايه ست مليانه يعني. الله، ده بيوصف بقى، بيوصف امراه، ده بيوصف، يبقى ده مش غير يقول القربه، ده من قول القربه. فهمت بقى؟ فلما بان على هذه الهيئه النبي نهاهم ان يدخلن هذا الرجل عليهم، بل قيل ان النبي نفاه الى الطائف، وقيل انه نفاه الى حمراء الاسد، واخد بالك؟ يعني نفاه عن المدينه، ما يقعدش في المدينه كمان، نفاه. وقيل انه كان اسمه هيت، كان اسمه هيت، اختلف في اسمه اسماء كثيرة. فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم، ما تدخلوا الجول، يبقى غير القربة مت إيه؟ لأنكم لا تستطيعوا أن تميزوا بينهم فما تدخلوش أي حد احتياط. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نساء وهو ينعت امرأة، قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكن. قالت فحجبوه. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. يعني افرض أنك أنت ماشي في الطريق وراكب الناقة بتاعتك، أيام الصحابة كانوا بيركبوا الناقة أو الجمل، ووجدت امرأة تسير في الطريق عيية، يعني تكاد تقع من شدة التعب، لك أن تجلسها خلفك تردفها حتى توصلها إلى مكانها. ممكن تعمل أي حاجز بينك وبينها، لكن لك أن تردفها خلفك لضرورة ذلك ومن باب حسن الشفقة. دلوقتي ما بقيناش إحنا عندنا المشكلة دي، عندنا مثلا السيارة تقدر تركب في إيه؟ في الكرسي الخلفي، انتهى حكاية سهلة. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. وعن أبي قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه. النوى البلح ده كانوا يدقوه كده عشان ايه؟ عشان الجمل ياكله. الناضح اللي هو الجمل الذي ايه؟ يسقى عليه الماء، ينقل الماء. وادق النوى تستعمله غذاء للايه؟ للجمال. واعلفه واستقي الماء، يعني تحضر الماء. واخرز غربه، والغرب الدلو العظيمه المصنوعه من الجلد، جلد البقر سموه غرب. كانت ايه تقرزه، يعني ايه تخيطه. واعجن، ولم اكن احسن اخبز، وكان يخبز لي جارات من الانصار وكنا نسوة صدق. يبقى ايه؟ دل على انه من باب حسن العشرة للمرأة لزوجها ان تقوم بخدمته، من غسل ثوبه، من اعداد طعامه، من تنظيف منزله،
وإن كان ليس واجبا شرعيا عليها، إلا أنه من حسن العشرة وصار عادة مستقرة بين النساء وبين الناس من قديم الزمان، إن المرأة تعمل الأشياء دي في بيتها تطوعا حسن عشرة. وإن كان الشرع لم يلزمها إلا بشيئين: أن تمكن زوجها منها إذا طلبها، وأن تجلس في بيته لا تخرج إلا بإذنه. هذا هو الواجب عليها فقط، أما ما زاد عن ذلك فهو واجب عليه هو أن يفعله، ولكن من باب حسن العشرة للنساء وجزاهن خيرا على ذلك يقومن بذلك بطيب نفس بدون إيه يعني منا. ودي ستنا أسماء إيه كانت بتعمل كل الحاجات دي لجوزها الزوير، زوجها الزوير لأنه ما كانش عنده خادم. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ، وكانت تروح تلتقط النوى من أرض الزبير اللي النبي اداله قطعة أرض ليه أقطعها إياه عشان يستغلها، لأن طبعا بعد الهجرة ما كانش عندهم أي حاجة، كانوا فقراء في المدينة. فالنبي أقطعه أرض، فكانت الأرض دي على بعد ثلثين فرسخ، الفرسخ ده ثلاث أميال، الميل ده 4000 ذراع، الذراع 24 أصبع مستعرضة، والصباع 12 شعيرة، يعني حاجة بتاع كده هي على بعد حوالي مثلا 5 كيلو 6 كيلو، يعني بتمشي على رجليها في أرض المدينة المحترقة، تروح تنقل النوى وتشيله وتمشي المسافة دي كلها عشان تجيب النوى ده تأكل بيه ناضح الزبير اللي بيجي لهم عليه المية، فهمت؟ يعني بتخدم زوجها خدمة كبيرة جدا. على رأسي وهي على ثلثي فرسخ، قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شافها ماشية في الشمس وشايلة ايه النوى على رأسها وماشية في طرقات المدينة الصعبة وحرارة شديدة. أسماء بالنسبة للنبي تعتبر من أهله، لأنها أولا ابنة صديقه وأخت زوجته فتعتبر من أهله، وزوجة ابن عمته اللي هو الزبير، فهمت؟ فكأنها من أهله يعني، واخد بالك؟ فالنبي أشفق عليها فقال لها إيه؟ تعالي اركبي وراي. فهي الزبير كان إيه؟ غيار جدا، يغار، عارف إن هو إيه؟ يغار على النساء، فخافت تركب خلف النبي تعمل مشكلة مع زوجها، فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني. إخ إخ يعني بينخخ الجمل، إخ إخ يعني بيقول للجمل انزل عشان يركبها خلفه، فهمت بقى؟ إخ إخ عشان الجمل ينزل، إخ إخ لينخ، فهمت بقى؟ يبقى إيه بينخخ الجمل يعني. ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك. استحيت عشان معاه رجاله اجانب برضه ماشيين معاه، وفي نفس الوقت افتكرت غيره زوجها، ركبت خلف النبي وفي وجود الصحابه، ده هتبقى مشكله، ده الزبير ممكن يعمل لها شغلانه، ده الزبير لما كانت تركب فرس يروح دابح الفرس ده عشان ما حدش يركب مكانه من شده غيرته، حاجه غريبه يعني، كان غيره غريبه. وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قال لها: بل بالعكس، ده أنا كنت إيه يعني، أنا عندي أشد علي أنك أنت تتعبي هذا التعب، لو كنت ركبت معك كان أخف. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم. أبوها بقى إيه بعت لها خادم، جارية كده تخدمها. خادم دي على فكرة للمذكر والمؤنث، مش حاجة اسمها خادمة، مصريين ولا خادمة، هي خادم وخلاص، تنفع للمذكر وللمؤنث. شوف: بخادم فكفتني، فعرفنا انها واحدة، فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني، كأنها اعتقتني يعني من شدة العناء التعب اللي كنت بشوفه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبيد الغباري قال حدثنا حماد بن زيد
عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء رضي الله عنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت: كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مؤنته، فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. يعني جالها راجل غلبان، هي ساكنة في دار، الدار ده ليه جدار، الجدار ده ليه ظل، فجالها راجل غلبان قال لها: أنا عايز أقعد في ظل الدار ده أبيع، يحط البضاعة بتاعته ويبيع. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير. قالت له: بس أنا قلت لك تعالى اقعد هنا، هيجي الزبير ويقول لي قاعد هنا، امشي. فهم؟ لكن أحسن حاجة استنى لما يجي الزبير واعرض الأمر عليا وهو موجود. شفت برضو دي من حسن سياستها. فتعالى فاطلب الي والزبير شاهد، ويبقى الزبير قاعد وانت بتكلمني بتقول لي الموضوع ده، عشان لو رخصت لك وهو سكت يبقى انت خلاص خدتها ايه تمام 100%. فجاء فقال: يا ام عبد الله، اني رجل فقير اردت ان ابيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينه الا داري؟ هو انت ما لقيتش الا داري؟ علشان ايه تبين يعني ان ايه مش متفقه معاه. هي اصلا محسنه، هي عايزاه يعني تساعده راجل غلبان، بس هي مش عايزه كمان تبين لزوجها ان كان ايه في سابق اتفاق. قال له: انت يعني ما لقيتش بيت في المدينه الا بيتنا احنا، ما عندك ديار كتير. فقالت: ما لك في بالمدينه الا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك ان تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ سيبيه ده راجل غلبان، سيبيه يبيع. فاهم؟ فايه؟ فخد المكان بتصريح تماما. فكان يبيع الى ان كسب فبيعته الجاريه. ابتدى الراجل يبيع وبقى تاجر بقى ايه مشهور. فهي كانت عندها البنت الجاريه اللي ايه؟ الخادم. فراحت باعتها له. رقيق يعني، ما هي رقيق. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري. حط بقى ثمن الايه؟ الجاريه في حجرها. فقال: هبيها لي؟ طب اديني الفلوس دي بقى. أعمل أنا بيها حاجة مصلحة. قالت: إني قد تصدقت بها. شفت بقى الصحابة بقى كانوا إيه؟ عندهم حب الخير. يعني بالرغم إن الجارية دي كانت عاملة لها شغل جامد، بتقول حتى كأنها أعتقتني من شدة الخدمة، إلا أنها حبها للتصدق أعلى من إنها تريح نفسها. شفت بقى؟ ودل ايضا على ان المراه لها ذمه ماليه منفصله، وان لها ان تتصرف في مالها دون اذن زوجها، لانها باعتها دون ان تستاذن زوجها. فلما جاء زوجها طلب منها حتى المال ده ياخذه منها، ولو حتى على سبيل الهبه او الاعاره او السلف. قالت: اني تصدقت به. فدل على ان المراه في الاسلام لها ذمه ماليه منفصله، لها ان تتصرف في مالها دون اذن زوجها، وليس لزوجها ان يمنعها من ذلك. يعني الزبير ما زعلش منها، قال لها: ازاي تبيعيها من ورايا؟ ولما باعتها وطلب المال قالت له: تصدقت بيها. قال لها: ازاي تتصدقي من ورايا؟ ما قالش كده. في اوروبا الان اللي هم بيدعوا ان هم يعني اهل بقى ايه حريه وكده، الى الان المراه اذا تزوجت ليست لها ذمه ماليه منفصله عن زوجها. اذا كان ليها حساب في البنك لا تستطيع ان تسحب منه الا بموافقه كتابيه من زوجها، والا لا تستطيع. وإذا كانت تملك عقارا لا تستطيع أن تبيعه إلا بإذن زوجها. هذا هو القانون الأوروبي. ثم يدعوا على المسلمين أن المرأة هي مهضومة الحق في بلاد الإسلام والمسلمين، علشان تعرف أن هذه كلها ادعاءات كاذبة، وأن المسلمين لأنهم جهلوا أمور دينهم لا يستطيعوا أن يردوا على مثل هذه الادعاء. لكن ديننا هو الذي أعطى للمرأة حقها. كانت المرأة كأنها سلعة تباع وتشترى وتورث. جاء الإسلام وجعل لها كيان. المرأة حتى في اليهودية تعتبر يعني هي رمز الشر، وإذا حاضت لا تبيت في بيت زوجها ولا
تتناول معهم الطعام وتجلس في حجرة منفصلة. ومن ضمن أذكارهم التي يعني يعبدون الله بها يقول الحمد لله الذي جعلني ذكرا، هكذا. ولكن عندنا النساء شقائق الرجال في الأحكام، مكلفات كالرجال سواء بسواء. الرجل يصلي المرأة تصلي، الرجل يجاهد المرأة تجاهد، الرجل يتعلم المرأة تتعلم، الرجل يتصدق المرأة تتصدق. عندنا المرأة سواء بسواء كالرجل. شوف انت رواة الحديث، كثير من النساء تجدهم رواة للحديث، يعني حتى انهم كانوا دعاء الى هذا الدين وكانوا سبب لنشر هذا الدين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. يعني اما نبقى احنا قاعدين ثلاثة، ما ينفعش اثنين يقعدوا يكلموا بعد كده في السر يتوشوشوا ويسيبوا الثالثة، حاجة يعني تبقى فيها كسر خاطر للمسلم، وكسر خاطر المسلم حرام قطعا. كويس. وهي اشد حرمة لو كانوا في السفر، لان لو في الحضر او التالت ده ممكن يروح سايبهم ويروح يجيب واحد صاحب تاني يقعد يتكلم معاه، لانه في الحضر. انما لو في سفر وفي غربة واحنا ثلاثة مع بعض، يقعدوا اتنين يكلموا بعض ويسيبوا التالت، يقول دول بيتفقوا عليا دول ولا ايه؟ هيجيب باله كده، يحس ان في نوع من الخيانة بتتم. فهمت؟ فكل ده منعه الشرع الشريف حتى لا يفسد ذات البين بين المسلمين. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضا. لكن لو الثالث قال لهم انا دماغي واجعني مش عايزكم تتكلموا قدامي، اقعدوا كده بعيد، انا عندي الورد بتاعي عايز اقرا قران، لا بأس خلاص، لانه برضاهم هم قاعدين طول النهار يتكلموا تعبوا دماغهم. قال لهم ابعدوا عني بقى كده، انا عندي الورد بتاعي، انا واخد الطريقه الصديقيه وعندي اورادي وعندي مش عارف ايه، هقعد اقرا قران ادام باذنه خلاص، ما فيهاش حاجه. اقول لهم انا دماغي تعبانه شويه، هنام شويه، اقعدوا انتوا اتكلموا براحتكم خلاص باذني. فهمت؟ لكن ما يبقاش قاعدين مقبلين كلهم على بعض وبعدين ايه؟ يتناجوا مع بعضهم دون الثالث، والا ده يؤدي الى ايه؟ نوع من القطيعه والوحشه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. من أجل أن يحزنه يعني هذا الفعل يؤدي إلى حزنه. لكن اما يبقى في اختلاط بالناس وقاعدين بقى ايه في مكان وناس كتير وجموع كتير زي قاعدين في المدرج في الكليه مثلا وفي زمايله كتير معاه حواليه، فممكن اتنين يكلموا بعض وده عنده التاني يكلمه اللي قدامه يكلمه اللي وراه يكلمه، مفيش مشكله. فهمت؟ لما يبقى في اختلاط بالناس مفيش مشكله. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل، شقيق ده اللي هو أبو وائل في الرواية الثانية، عن عبد الله اللي هو راوي عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. يبقى نفهم من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أيها المسلم ألا تفعل أي فعل يحزن أخيك.
لان ادخال الحزن على قلب المسلم من الخصال الموجبة للنار، وادخال السرور على قلب المسلم من الخصال الموجبة للجنة. شفت بقى؟ فدي نقطة مهمة. فما بالك بقى من يأذي المسلم في ماله وفي جسده وفي عرضه، يكون أشد. فربنا ينجينا. المسلم ده حرمته عند الله شديدة، كأنه كعبة يعني. ده انت شوية كده وعايز ايه؟ تستلمه، بتاخد بركة منه، بركة. مملوء إيمان، مملوء حب لله ولرسوله، مملوء حتى عند فعله للمعصية ندم، ويريد انه يبقى كويس مع الله. فهمت؟ فده كل هذه المشاعر بتجعله رجل بركة او امرأة بركة. فالمسلم في وجوده بركة في حد ذاته جدا، حتى ولو كان عاصيا، لانه اذا فعل المعصية ضميره مأنبه، نفسه بتلومه، بخلاف الكافر لا يعرف ربه وينكر نبوة الانبياء، ثم بعد ذلك يقبل على المعصي بشهوته. ففرق كبير بين العاصي الكافر المقبل على المعصية مع كمال الغفلة، وبين المسلم العاصي الذي يقبل على المعصية ونفسه تلومه وقلبه مملوء بالإيمان ومطمئن. فرق كبير، وإن كانوا في الصورة ده عاصي وده عاصي، لكن شتان شتان بينهم. فإياك إياك أن تستهزئ بمسلم، إياك، لعله يكون من أولياء الله الكبار دون أن تدري. ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. باب الطب والمرض والرقاء. الطب يعني طلب الدواء عند المرض، أدي الطب. وأيضا معرفة أنواع الأمراض وكيفية العلاج منها، هو ده الطب. يبقى الهدف من الطب هو معرفة كل ما يحفظ على الإنسان عافيته في بدنه، وبالتالي يتطلب ذلك دراسة المرض ودراسة اللي هو الداء يعني، ودراسة الدواء وكيفية علاجه. هذا هو اسم الطب. والمرض والرقى. والرقية هي نوع من العلاج ولكن بالدعاء. الرقى نوع من العلاج، فيجوز الرقى إن كانت لها معاني طيبة. أما الرقى التي لا معنى لها أو أشياء غير واضحة، قد يكره وقد يحرم استعمالها، لأنها قد تكون فيها بعض كلمات الكفر أو الاستعانة بالجن أو غير ذلك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. يبقى كان سيدنا جبريل بيرقي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب، لأن النبي كان محسود، لا شك أن النبي كان محسود، ده ربنا نص عليها. وإن كانوا ليزلقونك وإن كانوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، يعني كادوا يخرقوا جسدك حسدا لما سمعوا القرآن يخرج منك وهم لا يستطيعون أن يقولوا جملة مثله. وإن كانوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، مش كده؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. شوف واخد بالك، ويقولون إنه لإيه؟ ما قالش إنك. شفت بقى الالتفات بالغيبة لبيان أنه أبعد ما يكون عن هذا التهم. ما قالوش إنك، مع إن مقتضى الكلام قال له لا يزلقونك، ما هو كافي الخطاب أهو،
وبعدين في الاخر ويقولون انه، كان الاول يقول انك، طب قال انه لمجنون ليه بضمير الغيبه؟ لكمال بعده عن هذه التهمه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى النبي كان كل ذي نعمه محسود، دي قاعده كده معروفه، كل ذي نعمه محسود. وكان النبي بنعمة النبوة والرسالة والقرآن والحكمة التي أوتيها كان محسود من كل أهل عصره إلا الذين آمنوا به فكانوا يحبونه حبا جما. كويس؟ فكان والحسد والعين حق، فكان النبي أحيانا يشعر ببعض الإيه الوعكات في جسمه وفي تعبه، فكان يرقيه سيدنا جبريل بهذه الرقية الجبرائيلية عليه السلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الـ يدخلوا الجنة بغير حساب، في 100,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ايه يتوكلون. طب يعني النبي خارج منها لانه لا، المقصود بها لا يسترقون، لا يطلب هو الرقي، اما ان جاءته بغير طلب فلا بأس. يبقى ان جاءته الرقية بغير طلب فلا بأس، لا يتركها. فهمت ازاي؟ لكن لا يطلبها، إن جاءته بغير طلب لا يتركها، ولكن هو لا يطلبها لكمال رضاه بقضاء الله. فهمت بقى الفرق؟ أو أن الآية الحديث لا يسترقون أي لا يسترقون بالرقية المحرمة شرعا، وليس مطلق الرقية، تحتمل هذا المعنى أيضا. واضح؟ يعني يبقى في حديث المتوكلين على الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا وهم عددهم 100,000، حديث معروف، قالوا لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية أو لا يسترقون بالرقى المحرمة شرعا. فهمت بقى؟ يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى ده. يبقى رقية سيدنا جبريل دي جميلة تحفظها، قال بسم الله يبريك يعني يشفيك، يبريك يعني يشفيك، ومن كل داء يشفيك. يبقى يبريك يعني يبرئك، يبرئك أصلها يبرئك من البرء وهو كمال العافية. يبقى بسم الله يبريك يعني يعافيك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وعن أبي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وده يدلك على أن كان في حب شديد وتعلق شديد بين سيدنا جبريل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. يبقى العين حق في الحسد والعين حق في النفع. يبقى العين الشريرة حق تحسد، والعين الطيبة حق تنفع. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو أطيب عين خلقها الله وأرحم عين خلقها الله أمرنا أن نقول إيه؟ انظرنا. يبقى النبي لو نظر لنا بس كده ننتفع. زي ما الشرير إذا نظرك قد يضرك بنظري، فالمبارك إذا نظرك نظرة فيها بركة يباركك. هذا معنى العين حق في الشر وفي الخير. وعلى شكله كان سيدنا أبي الحسن الشاذلي كان يقول نحن نربي أبناءنا بالنظرة، مجرد أن ينظر لهم بس كده تبص لهم. وكان إيه يضرب مثال السلحفاة، السلحفاة تربي أبنائها أول ما إيه يطلعوا في الدنيا بالنظر إليهم، تقعد تنظر لهم كده عدة أسابيع ما ياكلوش حاجة ويكبروا بنظر أمهم. وده من عجائب عالم الحيوان، السلحفاة تنظر لأبنائها اللي هم لسه خارجين فرخ صغير عدة أسابيع دون أن يطعموا شيء ويكبروا بنظر أمهم، واللي غائبة عن نظر أمها لا تكبر بل تضمر وتموت. عشان ربك يبين لك في الخلق، في عجائب الخلق، أن العين الرحيمة تنفع كما أن العين الشريرة قد تضر. فهذه معنى العين حق.
وعشان كده قال ايه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. مش كده برضه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يعني النبي لو نظر يا رسول الله، يا سلام. اذا نظر له رسول الله نظره رضا، فنظره النبي هي نظره من الله، لانه ينظر بايه؟ بالله. فمن احبه النبي احبه الله، ومن رحمه النبي رحمه الله. وكذلك كل ولي وارث من النبي ينفع بالنظره. وعلى شجعنا المصريين العوام البسطاء يروحوا ما يزوروا اولياء يقول لك نظره ومدد، واخد بالك ليه؟ لان العين حق، فهم مؤمنون بهذا، العين حق. انما الوهابيه مش فاهمين، خلاص يمكن يفهم يمكن. وعن ابي قال وحدثنا عبد الله. الوهابيه يثبتون العين في الشر حق، ولا يثبتون العين في الخير حق، شيء عجيب، لانهم يعني يميلون للشر مثلا، يعني حتى بمفهوم المخالفه. اذا كان الشرير عينه تضر يبقى الخير عينه تنفع بمفهوم المخالفه، لكن هم الظاهر ما عندهمش مفهوم. وعن ابي قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر واحمد بن خراش قال عبد الله اخبرنا، وقال الاخران حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، واذا استغسلتم فاغسلوا. لان علاج المعيون يعني المحسود انه ياخذ ماء مر على اعضاء العائن يعني الحاسد ثم يشطف به جسمه فيبرد. فهم؟ يعني لو واحد حسدك وانت تعرفه عليك ان تطلب منه ماء وضوئه، تاخذ منه ماء وضوئه هذا ثم بعد ذلك تستحم به تبرأ في الحل. ادي معنى واذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو واحد قال لك اديني شويه ميه وضوء من عندك تديله، مش تقول له يوه انا حسدتك. طب يمكن هياخدها بركه يا اخي، انت مالك؟ هيتبرك بها يا اخي، ولا انت على راسك بطحه يعني؟ فهم؟ وإذا استغسلتم فاغسلوا. ونقف على باب السحر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.